بتستضيف القاهرة الأسبوع المقبل اجتماع جديد بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن الوزير ياسر عباس هيغادر الأحد المقبل للقاهرة علشان يترأس وفد السودان المشارك في اجتماع سد النهضة يومي الاثنين والثلاث، وده بيعتبر الاجتماع الثاني من جملة أربع اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاثة للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. ومن المقرر أنه تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل، وده قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه اللي بينعقد في واشنطن منتصف يناير المقبل.